إذن السلام عليكم ورحمة الله متابعينا الأعزاء، متابعي قناة تعليم تيسير، أهلا بكم معنا اليوم. كذلك فيديو جديد اليوم إن شاء الله، لون جديد على القناة لمطبخ بلون أبيض، وكذلك مخدوم بألمنيوم كوارتز جديد، وكنتمنى أن يعجبكم إن شاء الله. غادي نحاول ما يمكن أننا نعطيكم نصائح كيف العادة كل مرة، لسنصير أننا نوصلوا لكم نصيحة في كل مطبخ. السلام عليكم. بالنسبة للديكوراتيف كيف ما كتشوفوا معنا، هذه كنضيفوها في الاخر ديال لاكويزين حتى كتسالي لاكويزين. ديكوراتيف اللي هي كتعطي واحد المنظر، واحد الجماليه للمطبخ. حنا حطينا في البيض بلون كاسي باش نديكراديو، كتسمى التاج ديال المطبخ. هذا هو الدور ديالك. اغلبيه المطابخ الا لاحظتوا كنحاولوا نحطوا هذه اللي كتسمى الديكوراسيون، الميزه كنسموها حنا التاج ديال المطبخ. يوم ما خصها تبقى لها 30 سنتيم من الفوق باش كنركبوها بالفوق بالريف. المهم بالنسبه الى لاحظتوا السيلو فوتر ما كيتحيدش، ضروري خصنا ويت سبيريت ولا دوليو. حنا ما جبناش معنا داك الدوليو ولا الويت سبيريت، قلنا المولدار تجي لنا هاد الصفاء لان عرفنا فيها واحد النسبه ديال لانكول، غنحاولوا نجربوها. بالنسبه هذه ديديكاس للبنات اللي كيديروا روتينات في المنزل، هذه جديده مع الالمنيوم التيسير. نتمنى كيف ما كنوعدوكم الافكار عديده وعديده وعديده. حنا غادي نستغلو كيف ما كتشوفوها، هي حيدات لنا هذاك السيلو فوتر وكتنيطوي مزيان، لان النسبه ديال لانكول ما كايناش كثيره بزاف باش غتاثرنا على الفورنيك. منا اننا كنعطرو المطبخ، منا اننا كنعطيو جماليه. الى لاحظتوا راه كتمسح حتى داك التشراط هنا كيف ما كتشوفوها، هو مازال عندنا روبر في الالمنيوم اللي كنديرو حنا في المونتاج. هلا راه كنطوي مزيان. المهم بعد ما نطوي هاد المطبخ غادي نخليكم مع الصور. السلام عليكم. بالنسبه الى لاحظتوا كيف ما كتشوفوا الزليج اللي وضعت سيده المطبخ، حاول ما امكن في المطابخ ديالكم توضعوا الزليج اللي هو مفتوح، يعني كيف ما كتشوفوا هذا كريم عاطي واحد الجماليه في المطبخ. هذوك الالوان الاحمر وهذه حاول ما امكن انكم تانيليو داكشي، لان كل ما كان المطبخ كل ما كان مفتوح كل ما كتكون سيده المطبخ مرتاحه، دائما كيبان لك راه منظم ومقاد. المهم ان شاء الله كل فيديو غادي نحاول نغيره، لان كل مره كنعطيكم شكل غادي نحاول ما امكن انا نحط لكم شي حاجه جديده. بالنسبه لهاد لي زاكسيسوار، هذه اللي كتشوفوا معنا دائما كتكون فلاشين، كتكون جنب الثلاجه، كذلك هيدروليك مخدوم الى السكه الدوبل. كيف ما كنتكلم لكم في الفيديوهات، كل ما كنزيدو نخدمو كل ما كنزيدو نشاهدو ونبتكرو مانحطوش حاجه اللي هي صحيحه. هذا اللي هنا كيف ما كتشوفوها هما مستفين فيه القصاري البلاطوات، شي حاجه اللي هي كبيره وثقيله راه كينفع. ومن طبيعه الحال اللي كيصو لفوق الثلاجه لي زاكسيسوار اللي هما كبار بلاستيك شي حاجه اللي هي كبيره، هذا ما درناش فيه طاجيره، راه نفس الشرح كنشرحو في الفيديوهات. هنا عندنا هاد لاموار كذلك طاجيره وحده، حتى هو خلينا فيه لي سباس على حساب لي زاكسيسوار اللي هما كبار. كيف ما كتشوفوا هاد الكوارت الصراحه حاجه روعه، عطى مع البيض. نتمنى اننا نغيروا ونحطوا شي حاجه جديده هنا. وضعنا الفران كاستري
مع ماكينة الصابون يعني كيعطي واحد الشوكة اللي هي مزيانة، ما كاينش شي 5 سنتيم ولا شي حاجة الفرق. طالعين جوست وطالعين مالاموار قدام هنا، بقات لينا هذا فيه 45 ثلاثة ديال لي زيطاجير. يلا حطو اون الومنيوم هنا فوق لاهوت. الى لاحظتوا كنا مرمره كنديغراديو بزاف، حاولنا اننا نحطو هذا فورميكا كيتحل عادي نورمال. وهنا ثلاثة ديال لي زيطاجير كيف ما كتشوفوا. تحياتي السيدة المطبخ اللي قامت بالمجهودات ووضعت لنا الاواني، عطات تناسق مع الالومنيوم تبارك الله عليها. وهنا الى لاحظتوا عندنا واحد السارية لي بروفوندور ديالها خارجه ب 17 سنتيم، هذه استغناها حتى هي وحاولنا ما امكن اننا نحطو كيسو. هذا يجو فيه غير الكيسان، و الى لاحظتوا سيدة المطبخ راه وضعت الكيسان على الذوق ديالها و جو داك الشيء مكاستري. ثلاثه كذلك ديال لي زيطاجير بقات فيه 27 في البروفوندور، والكورنيزه اللي درنا الفوق اللي كنتكلم لكم عليها في الفيديوهات هي هذه اللون ديالها كريم، حاولنا اننا نديكراديو نبدل على الفورميكا باش عطات حتى هي كذلك جماليه. هنا لتحت عندنا 5 ديال لي تيغوا، كذلك ميتا بوكس. بالنسبه للكاسرولي غيكون عندنا شي حاجه، غتكون عندنا شي حاجه جديده قريبا ان شاء الله، واحد المطبخ في مدينه المحمديه غتشوفوا الجديد. كذلك الفوق هنا درنا 4 ديال، درنا جوج ديال الكاسرولي اللي هما كبار، هادو على حساب شي حاجه اللي هي كبيره يكونوا غارقين مزيان. المطبخ يكون يحتوي على لي تغوار لانهم عمليين، المجوره كيكونوا مفيدين بزاف. هنا باب كذلك الطاجيره ديالو، وهنا عندنا اللي فيت الماء يعني خصهم يكونوا جوج ديبان. كذلك لي زاكسيسوار، مواد التنظيف، البوبيل. الدالة كانت مبنية داكشي علاش ما درناش كوان، لأن الدالة ديجا كانت مبنية. وهنا ثلاثة ديال لي تيغوا، هاد لي كاسخولي راه مهمين. ومن طبيعة الحال الإختيار كيبقى من طرف الزبناء، اللي كيبغي شي حاجة راه حنا كنحطوها ليه. ومن طبيعة الحال كنخدمو على الحاجة اللي غتعجبنا حنا وعاد تعجبكم نتوما ان شاء الله كيف ما كتشوفوا معنا في الفيديوهات. We'll be right back.